كلام السيد الرئيس طبعا هو بيحكي عن ما دار في هذه الحرب. عارفين احنا كمان يمكن القوى الناعمه والدراما لما قدرت كمان تعمل توثيق من خلال اكتر من عمل لما حدث ايضا ده بجانب معرض، اعتقد كده تبقى الحقيقه كمان مهمه واضحه. خليني اخد مزيد من التفاصيل معايا سياده اللواء نصر سالم. مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم، مساء النور. سيادة اللواء، كمان كلمنا عن السيد الرئيس هنا كان يتحدث بأنه نحن نتعامل مع عدو غير معروف مكانه أو الأدوات اللي بيستخدمها. حقيقي اللي حصل في سيناء مهم جدا عشان نفهم إيه اللي حصل، لماذا سيناء بالتحديد. سيناء بالتحديد لأن سيناء أولا نشوف سيناء بالنسبة لنا أهميتها إيه. بالنسبة لمصر، سيناء هي درع مصر الشرقي. بدون سيناء لا قدر الله لو في عدو على الضفة الشرقية للقناة زي ما كان قبل 6 أكتوبر 73، النيران بتاعته هتطال القاهرة وتطال مدن الدلتا، يعني في تهديد خط للوطن. وبالتالي لا يمكن أو التفريط في أي شبر فيها، وخاصة أن ربنا سبحانه وتعالى خلقها في مصفوفات جبلية بتشكل خطوط دفاعية يسهل الدفاع عنها لحماية الوطن من هذا الاتجاه. صحيح. طيب ليه سيناء مطمع لناس معينين في الجوار الآخر؟ كانوا دايما بيتحججوا أن سيناء فيها فراغ سكاني نتيجة أن 60,000 كيلومتر مربع وعدد السكان فيهم قليل، في حين أنك في كثافة سكانية عالية جدا على الجانب الآخر. صحيح. وبالتالي بدأوا يضغطوا على مصر ويسموها من 2004 ان طب ادونا جزء من سيناء نعمل فيه وطن بديل للفلسطينيين وتتحل القضيه الفلسطينيه. لما رفضت مصر الكلام ده 2004 بدأت الارهاب في سيناء وبدأوا يهددوا المكان اللي هو فيه السياحه بيشكل دخل لمصر وهكذا. صحيح. فكانت العمليات اللي في شرم الشيخ واللي في دهب واللي في طابق وهكذا. رجعوا تاني كرروا الطلب 2008 على الرئيس الأسبق مبارك رحمة الله عليه، اترفض هذا الطلب تماما وبشكل حاسم. وقامت ومن هنا بقى بدأت العملية التساوم مع جماعة الإخوان المسلمين. صحيح. وصلكوا الحكم مصر وتحققوا خطة تبادل الأراضي أو استقطاع جزء من سيناء ليكون وطن قومي للفلسطينيين وتنتهي هذه القضية. صحيح. كان ده قاله رئيس محمود عباس شخصيا، ولما مرسي نفسه عرض عليه هذا الكلام. لما جينا احنا المهم حصلت بقى احداث 2011 ووصل الاخوان للحكم في 2012 والقصه دي كلها، وبداوا ينفذوا المخطط ده تماما. صحيح. لما بداوا ينفذوا هذا المخطط تصدت ليهم مصر كلها، تصدت ليهم القوات المسلحه وازاحتهم في 2013. صحيح. فكان الرد طيب انتوا مش عايزين تدونا جزء من سيناء، احنا هنخليكم تقولوا طب ايه حقنا برقبتنا، ادونا جزء وخدوا الباقي. فكان تركيز لكل العمل، ولذلك البنيه التحتيه اللي بيجهزوا فيها الارهاب في سيناء بعد 2004 وتركزوا بعد 2008. صحيح. وبداوا فعلا يعدوا العده والانفاق، احنا يعني مش هننسى الانفاق اللي كانت موجوده، هم اللي يقولوا حقنا برقبتنا. صحيح. فكان لازم نتصدى ليهم بهذا الشكل الحاسم اللي دفعنا فيه من أبنائنا الشهداء الكثير والكثير من خيرة ولادنا، سواء كان شهداء أو مصابين، ومن اقتصادنا زي ما سيادة الرئيس قال 90 شهر في 90 مليار برل، هناك ما هو أكثر. أكيد. ده جزء نقف عنده. طيب نيجي بقى لأبنائنا الشهداء دول، الكام ألف اللي استشهدوا دول لو ما كانوش واجهوا هذا الارهاب بالشكل ده، كان ممكن سيناء تروح؟ كان ممكن يحصل خساير في مصر؟ احنا شفنا في مسجد واحد في 20 دقيقه قتل 325 مواطن مصري. بئر العبد. مش هقول ضربوا. صحيح. ده الكنائس لم تسلم، المساجد لم تسلم، كل حاجه، البنيه التحتيه، مصادر الطاقه في سيناء، كل الكلام ده. فالمهم نقدر نقول ان احنا الحمد لله ابنائنا تصدوا لهذا تماما. اكيد. طيب نيجي بقى نتكلم على احنا الحمد لله دلوقتي خلاص سيناء تطهرت تماما، كلفنا كتير بس اللي كنا هنختاره كان هيبقى اكتر، لان أكيد. جزء رمل، حبه رمل واحده من رمل بلدنا
اغلى من حياتنا كلنا، وده اللي تربينا عليه. اكيد سياده اللواء، حضرتك بتقول لنا معلومات الحقيقه كتيره، وكلنا عارفين بانه زي ما حضرتك بتقول وبناكد انه الارهاب ما كانش ممكن ينتهي الا لو بلدنا كلها على قلب رجل واحد زي ما قلت، اللواء نصر سالم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.